أول بلد عرفت التلفاز من هو؟ الدولة اللي عرفت التلفاز هي الألمان. هو على كل حال اسم هو سندوخان كاليمير كوس، هو اللي اخترع التلفزيون. واش بك؟ واش بك ولا غسيلي؟ واش بك؟ واش بك؟ هل صحيح أن الثعابين لا تقترب من الأماكن اللي فيها رائحة بترول؟ الثعابين لا تقترب. هذه ما تزيدش تهضرنا عليها، راك باغي تهبلنا، راك ترجعنا فينا الهوليوود، ولا تشوف فينا ميكيات، ولا مش عارف تشوف فينا جراندايزر ينطلق، ولا مش عارف واش تشوف فينا كاع. نورمالمو على حسب ما انا نفهم ماشي تقرب البترول. 30 دويت 20 30 يعني يوقع فيها ميكروب 20 30 نورمالمو تقترب. اسم ما كانش من هالمعلومة. لا كاينه منها. هي قلت لي تقترب. ايه تقترب. هل صحيح انه الثعابين لا تقترب من الاماكن اللي فيها رائحه بترول؟ لا تقترب. اسمها ما كاش من هالمعلومه. كاينه منها. جمال ايه شو جمال؟ نيك شو جمال؟ جمال اسمع لي يا جمال، شو جمال؟ كاين بشو كاين؟ نقول لك واش كاين؟ كاين يا وليد يا الباسل يا. هل صحيح انه الببغاء يستطيع السباحه؟ اه شيت هير وي جو اجين. لا نينا هذيك تاع يقطع صعيدها وبعديها هذيك تاع يقطع صعيدها وبعديها هذيك وبعديها يقطع سويس. في رمضان تتقلق في النهار ولا ما تتقلقش؟ نقول لك اللي نغزر في الناس فلو طافي خش روح لك ليماج تروح كاع ضباع زرنيح فاهمة كل اللي فرونسا هكذا دخل فرنسا بس. اه قلت لي فرنسا. لا انا فرنسا دخلت عليه اساس باش تعيش هنايا فاهمه.